أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من فولو أب. محطتنا الأولى لليوم مع فيديو بيجمع واحد من أقرباء بشار أسد مع تاجر حشيش لبناني، وشو قالوا السوريين عن وجود سيارة بتشتغل على الكهرباء بأحد شوارع العاصمة دمشق. حادثة غريبة حكت تفاصيلها تونسية بفيديو بعد نجاتها مباشرة، ومن مصر فيديو طريف للفنان أحمد حلمي بأحد تحديات التيك توك. بيقولوا الطيور على أشكالها تقع، فزعيم ميليشيا مين رح يصاحب؟ أكيد تاجر حشيش. فيديو انتشر أمس للقاء جمع وسيم أسد ابن عم بشار مع تاجر الحشيش اللبناني نوح زعتر. خلونا نشوف الفيديو مع بعض. برافو عليك. شو كمان؟ بتحب الشباب؟ بتحبني أنا؟ تحب أبو حافظ؟ قديش تحبوا أبو حافظ؟ الله يحميك. تعال عندي، تعال اختك، تعال عندي صوروا. ايش عمل هيك هيك العضلات هيك هيك؟ ايوه بطل وحش. كمان هيك وحده لفوق لفوق هيك البايات. يا سلام عليك بطل بطل بطل. وسيم علق على الفيديو كتب: حلو انك تجتمع مع اشخاص لا تدخل بينهم المصالح، فقط ما يجمعنا هو المحبه. طبعا بهالكلمات وسيم عم يحاول يوحي انه ما في علاقه شغل بينه وبين تاجر الحشيش نوح زعتر، بس بالحقيقه نوح ب 2018 تعرض لملاحقه قضائيه من قبل جهاز القضاء اللبناني، والجيش اللبناني بوقتها صار يعتقل المطلوبين. ساعتها نوح هرب لعند رفيقه وسيم، ومثل ما شايفين جلست والخوف بعينيها. وهلا رح نعمل جوله لتاريخ الشخصين. وسيم الاسد بيمتلك ميليشيات بتتبع لتنظيمات ميليشيا الدفاع الوطني. هاي الميليشيا كان نشاطها موزع بين طرطوس وحمص وتدمر. طبعا هو رغم هذا النشاط المشبوه الا انه حاول يسيطر على مقهى بمدينه طرطوس، وصارت مشكله بينه وبين سائق دراجات سوري اسمه رامي الخطيب، لانه رامي طلع ببث مباشر حكى فيه عن استخدام وسيم الاسد لنفوذه لياخذ مقهى زيتونه. القصة بيعرفوها أهالي طرطوس منيح. وسيم بكل ما فيه من سلطة طلع ببث مباشر وشتم رامي الخطيب. ما بيوفي، وأنا زلمة بدي أشتغل، أنا تاجر يعني بدي أستفيد بدي أربح، يعني ما رح أخذ مزاد ما أربح فيه. فبتفاجأ بهذا رامي الخطيب. أنا طبعا ماني وسخ مثله لا أغلط بالحكي، أنا أكبر منه يعني يا عيب الشوم بس على انسان تافه مثله. بغض النظر ما بدي يكون وسخ مثله او ابن شوارع مثله. قصص وسيم ما بتخلص، ولكن هو صار معروف بالساحل بحبه للظهور على السوشيال ميديا باساليب مختلفه، مره بمواكب سيارات مفيمه، ومرات وهو عم يمارس هواياته الارستقراطيه بالنسبه لباقي السوريين وغيره كثير. بالمقابل نوح زعتر المعروف بزراعة وتجارة الحشيش علناً بلبنان ووقوفه إلى جانب ميليشيا حزب الله اللي حاصرت وقتلت ألاف من السوريين من 2011 حتى يومنا الحالي. أنا مزارع بمنطقة معروف مش بزرع حشيشي، بس أنا حشيشي بزرع آخر هم عندي. وها نحن على الدرب سائرون، وبإذن الله من هلأ لساعات الزبديني بتكون ممسوحة. لبيك يا رسول الله. التعليقات من السوريين على ممارسات وسيم وعيلته كثيرة، مثل سلطان اللي قال: ليش ما بشوف حدا من بيت الأسد واقف حرس أو بيخدم جيش أو حرس حدود؟ معقول الكمبيوتر مخاوز تبع الفرز؟ أما محمد علق: ما هو النظام السوري كله مخدرات وجرائم وتهريب. سامر علق: هن شركاء بتجارة المخدرات من زمان وقتل الشعب السوري واللبناني. تعليق من عماد الخطيب بيقول: مافيا لعنة الله عليهم وعلى كل واحد بشد على إيدهم. ودول كتيرة مثل المكسيك وإيطاليا وروسيا مشهورة بمافياتهم العريقة، ولكن نادرا جدا لحتى يتم إظهار علاقة واضحة بين المقربين من السلطة وزعماء هاي المافيات. برأيكم ليش كل فترة بيتقصدوا شبيحة بشار الظهور بهاي الطريقة للعلن؟ علاقة البراد والغسالة مع الكهرباء علاقة وجودية، يعني إذا ما في كهرباء البراد بصير خزانة والغسالة بتصير سلة تياب. تخيلوا إنه بسوريا اللي عايشة على الشمعة عم تمشي فيها سيارة بتشتغل على الطاقة الكهربائية، وهي السيارة بأحد شوارع العاصمة السورية دمشق.
سيارة تسلا يقال أنه بمنطقة دمر ونمرة سيارة دمشق كمان. امبارح علي عاقل وهو أحد سكان اللاذقية ومن عساكر النظام المسرحين سابقا نزل فيديو عم يسب ويشتم فيه على المسؤولين اللي قرروا يعملوا الكهرباء بمدينة اللاذقية 5 بواحد، يعني بتجي ساعة وبتقطع 5 بعيون الحساد. طبعا نحن ما فينا شارككم الفيديو للألفاظ النابية اللي موجودة فيه. المهم البعض بيعتقد أنه سيارة تسلا وقعت من السماء بمكان خاطئ على سطح الكوكب، هذا المكان اللي هو سوريا طبعا، لكن الحقيقة أنه سبق وانباع بالعاصمة دمشق سيارات بمليارات الليرات لناس بتحوم حولهم شبهات فساد كبيرة. ما بننسى واقعة الرنج وامتالة اللي اشترت 3 سيارات بأكثر من 1 مليار ليرة سورية. شو حكوا السوريين عن صورة السيارة الكهربائية وكيف أبدعوا بأفكار لشحنة بسوريا المظلمة؟ خلونا نسمع مع بعض. تعليق من محمد بيقول بيحط مولدة بالطابون وبيشحن منها، أما علي فعلق بيشحنها بقوة الإيمان والصبر والتصدي. تعليق من فراس بيقول السؤال إنه اللي قدران يفوت التسلا على البلد كتير بيهمه البيئة والتغيير المناخي. أما فاتنة فقالت بيجيبوا الكهرباء للبيوت وبعدين بنحكي بموضوع سيارات الكهرباء. تعليق من محمود بيقول اللي بيحسن يجيب هيك سيارة بهالبلد وبهالأوضاع آخر همه الكهرباء والمي. تخيلوا أنه حدا ماشي بأمان الله فجأة بيقع بحفرة، موقف صعب ومؤلم ومحرج وخطير، اللي بيزيد من الألم والإحراج أنه تكون هاي الحفرة هي حفرة صرف صحي. فيديو بتونس انتشر لفتاة في ولاية صفاقس عم تبكي وتحكي تجربتها بعد نجاتها من الموت أثر وقوعها بجورة صرف صحي. خلونا نشوف الفيديو مع بعض. كده مع حاجة يسر خايبة صار في دواء، أنا خارجة من ناصرية في وسط بلاد ناصرية في صفاقس، نمشي نجري نمشي نتعدى فوق كنار بغي ما يظهر لي اللي هو ما فما حد شيء، ما فماش غرقة ما فما حد شيء، ندعى يتيح بيا يرخ بيا الكنار كومبليت ما نديها اللوطة في وسط الكنار، تغرست في وسط الكنار. غوز ما فما عبيد، كان جد ما فماش عبيد راني نزبع وغادة البلاد غادي كما عاش نجم نقوم في وسط البلاد في الناصرية قدام كارفور بلاصة حية، وتخيل عندي تمشي وانت تجبد في وسط كنار معناتها الحمد لله بالحق الحمد لله جاوا بحذايا عبيد وانا ما نعرف شنو نجم يصير فيا. هذا باش نوريكم الوضع متاع تونس، كان هذا في وسط البلاد هكا وكنار هكا في وسط البلاد. الحادثة حازت على تعاطف التونسيين وكان الفيديو مثار جدل واسع على منصات السوشيال ميديا بتونس خصوصا، خاصة أنه هاي الحادثة مو الأولى. صفاقس لها تاريخ مرعب مع حفر الصرف الصحي. بالشهر 7 السنة الماضية وقعت عجلة سيارة بجورة فنية كانت سببت بحادث أليم، وبعد 2 يوم بس من هاي الحادثة وقعت امرأة مسنة بحفرة صرف صحي كمان، بس الله لطف وقدر والناس شالوها. الشارع التونسي بكل مرة بتصير هاي الحوادث بيكون له موقف من على المنصات التواصل الاجتماعي، حتى في عالم بالتعليقات أكدت أنه كمان كانوا ضحايا لهي الحفر، مثل سلمى اللي قالت حتى أنا مرة صارت لي جد قوية جدا غطتني نصي، قعدت نعيط من الوجع بنفس الوقت شدوا بإيدي حتى قدروا يساعدوني. أما ليندا علقت بربي وينهم المسؤولين، تخيلوا صارت لها حاجة المسكينة والحمد لله ربي لطف بيها والحمد لله على سلامتها، مش معقول في وسط المدينة والوضع هكا، بربي يرحم والديكم لفتة كريمة للبالوعات المحلولة أو المفتوحة والمكسرة. أما آمنة علقت اللطف عليك ملا صدمة وتجربة صعبة عشتيها. تعليق من فتحي بيقول قد يكون المقاول أخل في عمله لعدم إخلاصه من الوزارة المعنية. ومن مصر الفنان أحمد بسيوني اللي نشر على حسابه بفيسبوك فيديو ظريف جمعه مع الفنان أحمد حلمي خلال تحدي اشتهروا فيه رواد التيك توك. التحدي هو تحدي تقليد شخص مع الوقت، واستخدموا فيه عبارة أحمد حلمي الشهيرة مش معقول. خلونا نشوف الفيديو سوا. أول أسبوع بقلد حلمي، مش معقول. تاني أسبوع بقلد حلمي، مش معقول. تالت أسبوع بحاول أقلد حلمي، مش معقول برضو معرفتش بس خسيت. هاي كانت آخر أخبارنا لليوم، وهيك بكون وصلنا لنهاية حلقتنا. موعدنا بيجدد معكم بكرة بحلقة جديدة. مع السلامة.